لما هو بيصلي المغرب هنا كل يوم ويفضل بقى مستني لحد صلاة العشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا بيك يا دكتور. أنا سمعت عن نباتك وشطارتك كمحامي. ليه شرف إن أكون تلميذ سعادتك في كلية الحقوق. ما شاء الله ما شاء الله، على كل ده حيسهل التفاهم. تحت أمرك يا فندم. أنت عارف يا ابني إن أنا وكيل الاتحاد العام لشركات التأمين والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء ولعدد كبير من الوزراء والقيادات. أنا ما كنتش عارف كده يا فندم. هي دي الحقيقة. عشان كده هتكلم معاك كمحامي زميل، تهمه مصلحتك قبل أي حاجة تانية. ده يشرفني يا فندم. طب احنا بقى عايزين نتكلم في موضوع القضية اللي أنت مستأنفها ومختصم فيها عدد من الوزراء. خدك شوية ينسون يجلي الصدر ويفتح الشرايين. أحسن من الشاي والقهوة. عايز توصل لايه في القضيه دي؟ للعدل يا دكتور. العدل اللي اتعلمناه وامنا بيه ودعيت له الاديان كلها. عظيم. طب ايه بقى العدل في انك تختصم الوزراء في قضيه زي دي المتهم فيها معروف ومحدد بلا اي لبس؟ قصد حضرتك سواق الاتوبيس وعامل التحويله او حد هيئه السكك الحديديه نفسها؟ انت عرفت انه الكشف الطبي على السواق اتضح انه كان متعاطي مخدر. عارف انه مذنب ولازم ياخد جزائه، بس مش هو لوحده. طبعا هو وعامل التحويله ملاحظين السنافرات يا فندم. ارجوك افهمني، الاتوبيس ما دخلش في القطر كده من نفسه ولا حتى صدفه، فيه مسؤول ورا ده كله. هو اللي وصل مزقنات القطر انها تكون من غير اشارات، وهو اللي خلى سواق الاتوبيس المفروض انه مسؤول عن ارواح البني ادمين ياخد مخدرات. وده بيحصل في اي مكان في العالم. ايوه بس يبقى في حساب وتحدد المسؤوليات بدقه، كل واحد يقد واجبه، ولما يحصل الخطأ يبقى معروف مين بالظبط المخطئ وتحاسب. يعني انت عايز وزير النقل يعدي بنفسه على السنافورات سنافور سنافور ويطمن ان الاشارات شغاله؟ لازم يبقى فيه مسؤول حقيقي، مش كبش فدا يتحاسب وياخد جزائه. المسؤول عن وسائل النقل في البلد هو وزير النقل مش عامل مزلقان، والمسؤول عن تأمين حياة تلاميذ المدارس وحمايتهم هو وزير التربية والتعليم مش سواق اتوبيس الرحلة، والمسؤول عن الاثنين رئيس الوزراء. القضيه لازم تطرح كده، اللي راحوا بني ادمين بشر ارواح بريئه من الذنب. لو المسؤولين عن ضياعهم اتحاسبوا وخدوا جزائهم هيفكروا الف مره بعد كده عشان ما عاش خطا او اهمال مشابه. الاهمال لما يوصل للدرجه دي يبقى جريمه بشعه لابد من التحقيق فيها. ما تيجي ننسى الكلام الكبير ده شويه. حضرتك علمته لنا في الكلية وكتبته في كتب. البلد مش مستحملة هزات. البلد مش هتتقدم إلا بمواجهة أخطائها. مش عيب إن احنا نبقى بلد متخلف، لكن العيب الحقيقي إن احنا نحط راسنا في الرمل وما نواجهش التخلف ده. إذا كان حد قلبه على البلد دي بصحيح لازم يقف يحاسب ويتحاسب. مش هتقدر تستمر في القضية دي للآخر. ربنا يقدرني واستمر. مصطفى، تاريخك الاسود هيثار في المحاكم وينشر في الصحافه. فرصه اتطهر منه. اسهل حاجه ممكن يستف لك قضيه تروح فيها وانت عارف. مخدرات برضو؟ ترى نفسك يا له. انت حاطط حشره في عصها بايدي من غير ما حد يحس بيها. هل انت عارف اللي بتعمله كويس؟ عارف. لا ما انتش عارف. انت هتفتح على نفسك وعلينا طاقات جهنم. انت عارف كم بيت عايش من ورا حكايه التعويضات دي؟ عارف كم اسره عايشه عليها؟ انت هتقف قدام جيش طويل عريض ملوش اخر، وهتقف لوحدك. وحضرتك تبع مين بالظبط؟ الوزراء ولا محامين التعويضات ولا شركات التامين؟ غبي وجاهل ومغرور. هي كلمه واحده هقولها لك، ابعد عن القضيه دي. مش همنعني عنها غير الموت. تقليل الأدب.
الفيل هيطير لو حركت الحصان. واللي بيهددها؟ الوزير. ما بحبش اللعبه دي. ده غلط وسخيف ومش غير معنى واحد، انك ضعيف ولسه بقيتش راجل. الراجل ما يعيطش ولا ينهزمش، ممكن يقع مره واتنين لكن يقوم ويقاوم، ولا بقاش راجل ولا يستحق اللقب ده. ممكن اعرف انت قاعد لحد دلوقتي وباي حق بتكلمني بالطريقه دي؟ حق الصداقه. احنا مش اصحاب؟ انا مستغني عن الصداقه، والكرسي بتاعك اهو. خلاص انا استغنيت عنك. حبيبي سيف. أرجوك يا ماما سيبيني لوحدي. يا على كل حال أنا آسف إني كنت جرحتك، بس لازم تعرف أنا قلت الكلام ده بس عشان بحبك، وبحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا، وخايف عليك. مين؟ إيه؟ أوعك. يلا يلا في إيه؟ خدوه. طه 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 طه، ما تتعبوش نفسكم، أنا جاي جاي جاي. عقيد وعقيد قديم كمان. ما شاء الله شفاخ الدنيا، ما فيش حاجة بتفضل على حالها. لكن انت رجعت لشقاوه زمان يعني؟ امر الله بقى. لا بكلم جد يا مصطفى، انت في موقف صعب، صعب جدا كمان. انت عايز يا صبحي؟ المرة اللي فاتت لفقتولي تهمة الرشوة وخليتوني اسيب النيابة بفضيحة. انت بقيت محامي مشهور وشغال والقرش جري في ايديك، ايه اللي رجعك تاني؟ باب التوبة مفتوح يا اخي. تقوم تورط نفسك في تنظيم ارهابي الهدف منه قلب نظام الحكم؟ ايه المنشورات اللي ظبطناها ببيت تنكر؟ انا ما عنديش حاجة خاف عليها مستعد اموت. في سبيل ايه؟ انقذ ابني وابنك. انت هتطلع في الصخر؟ رايح فين؟ رجالتك منتظريني، مش لازم اتاخر عليهم اكتر من كده.